توجهنا سواء كان سلبي ولا إيجابي هو شعور داخلي نحس به وينعكس على تصرفاتنا وعلى سلوكنا، هو حقيقتنا، وهو مرات يكون صديقنا ومرات يكون عدونا، هو أكثر صراحة وأمانة من كلماتنا، هو اللي مرات يقرب الناس منا والله يبعدهم علينا. باختصار هو يأثر في كل حياتنا. لكن هل هو كل شيء؟ هل هو المهارة اللي لازم تكون عندي عشان ننجح ونحقق أهدافي؟ خلينا نشاهد هذا الفيديو ونرجع بعده. كان عندنا تفكير إيجابي مستحيل نقدر نفصله على الواقع، مهما آمنا بأهدافنا وبأفكارنا الإيجابية وبطموحاتنا، بتفكير إيجابي فقط من دون إمكانيات ومهارات حقيقية لا يمكن أنك أنت تحقق ولا توصل للأهداف ولا الطموحات هذين. لا يمكن للتوجه أن يعوضك على الكفاءة. في فرق بما كنت تقول أنا واثق في إمكانياتي وقدراتي وبين كفاءتك الحقيقية. مش معنى انك انت عندك تفكير ايجابي معنى انت تقدر تحط نفسك في كل الاماكن وكل المواقف اللي تحتاج منك خبرة اكثر. والتوجه راهو لا يمكن انه يغير الحقائق. مهما كنت ايجابي وعندك تفكير ايجابي من دون تطوير مستمر، خليها عندك الايجابية من ابوهاش، مش حتفيدنا اصلا. التوجه عشان يكون له اثر ويحدث فارق في حياتنا لازم تقعد تذكر نفسك به كل يوم. مش حيقعد راهو دائما جيد وحيقعد دائما كيف ما هو من دون تطوير. خلينا نشوف الفيديو الثاني ونرجع نتكلم بعدها على الإيجابية ليست كل شيء وشن الأشياء اللي يقدر يحققهن التفكير الإيجابي. التوجه الإيجابي مش حيخليك تدير كل شيء، لكن ممكن يساعدك أنك أنت تدير أي شيء بشكل أفضل من لو كان تفكيرك أو توجهك سلبي. التوجه يفيدك في عدة نقاط، منها
التوجه ممكن يفيدنا في طريقة تعاملنا مع الحياة. خذ على سبيل المثال اثنين عاشوا في نفس البيئة في نفس الحوش، لكن كل واحد عنده مستقبل يختلف عن الثاني. هنا توجه كل واحد فيهم هو اللي فرق. الشيء الثاني اللي يفيدنا فيه التوجه هو يفيدنا في علاقاتنا مع الناس. لو كان سلبي حنقدر نوزعه في السلبية، لو كنا إيجابيين أو كان توجهنا إيجابي حنقدر نوزعه في الإيجابية. وفي عدة مبادئ لها علاقة بتأثير التوجه الإيجابي على علاقاتنا مع الناس، ذكرها جون سي ماكسويل في كتابه صانع الفارق، اللي هو أن أول مبدأ يقول لك أي شيء أنت عليه راه هو اللي حيحدد كيفية رؤيتك للناس. الشيء الثاني أن أي حد يحرص على جرح الناس راه فعلا هو حيجرحهم، وفي نفس الوقت راه حيتعرض للجرح من ناس أخرى كيفهم. برضو بالمبدأ الآخر اللي نحن ممكن نرفع الناس لسابع سماء بالتوجه، وممكن العكس من خلال علاقاتنا معهم. مبدأ التعلم في التوجه لازم يكون عندي توجه إيجابي، ونحط في بالي أن كل شخص نقابله لازم يعلمنا شيء، لازم نتعلمه منه شيء. والتوجه برضو يساعدنا في كيفية مواجهة التحديات والعقبات. لا مفر، ما فيش أي شيء في الحياة اليوم من غير عقبات ومن غير تحديات. الحياة كيف نتعامل معها، نكمله والله نوقفه، الأمر كله حيعتمد على توجهك، إذا كان توجه سلبي والله توجه إيجابي. الإيمان بالإيجابية إن هي كل شيء أشبه بالتفكير اللي يقول أني أنا يا ناخذ كل شيء يا أما نتخلى على كل شيء. الصحيح إن الإيجابية تصنع الفارق فقط.